طيب دكتور معلش خلينا ارجع الاول شويه، اشرح لنا اكتر ايه هي التروما وايه هو التروما بعد الصدمه، وهل يندرج ده تحت الاضطرابات او الامراض النفسيه او لا؟ جميل جدا. هو التروما بعد الصدمه معناه ان احنا تعرضنا لصدمه شديده، عقلي مش عارف يستوعبها، جسمنا بيستجيب، يعني العقل بيرفض استيعابها بالظبط. احنا جسمنا بيستجيب للمخاطر بشكل معين، هو بيطلع الادرينالين بشكل عالي جدا. الادرينالين ده بيعمل ايه؟ بيخلينا نحمي نفسنا، ان جسمي عضلاتي تتشد عشان اقدر احمي نفسي، ان انا يبقى عندي شويه الامعاء بتاعتي تقف شويه، يعني حركتها تقل شويه، ان انا ابتدي ضربات قلبي بيزيد عشان يوصل دم اسرع شويه، نفسي يبقى اسرع، وهكذا. اللي هي العلامات اللي بنشوفها لما متوتر ونقلق. ولكن العلامات دي مؤقته، يعني انا النهارده لو متوتر ده متوقع ان جسمي هيستجيب في نص ساعه مثلا. بس لو زادت جدا، يعني قعدت متوتر لساعه ساعتين، اكيد جسمي هينهار، هيحصل له مشاكل، او تعرضت لتروما اقوى بكتير من استيعاب جسمي، من استيعاب عقلي او استيعاب جسمي. ساعتها كان عقلي كده بيشد الفيشه، بيفصل تماما. يعني تلاقي حد مثلا حصل له حدث لا قدر الله، فقد حد عزيز، يقول لك انا ما عيطتش خالص، انا قعدت يومين ثلاثه، قعدت اسبوع مش بعيط، كل الناس حواليا متاثره وانا مش حاسس اني معاهم، حاسس ان انا فاصل عن الدنيا. فده شكل من اشكال الصدمه او اضطراب الصدمه، ان هو مش عارف يستوعب، فالمخ بيفصل، وبعدها بقى يبتدي يستجيب بشكل اعنف، يدخلني في مود اصعب بكتير. يعني الناس اللي بتعيط او اللي بتطلع مشاعرها لما يحصل الحدث احسن بكتير من ارحم عليهم بكتير طبعا، لان انا بخرج جزء من الوجع اللي جوه.